الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي ولا نار. حلقة جديدة من الفانتسي وحلقة 39. كابتن حازم بيتعادل معايا اخيرا بعد ده بقول لك ايه، بعد تشيسنج اب كبير جدا بيتعادل وبيوصل لل 79. لكن بصراحه هو السكور بتاعه احسن مني، يعني خلينا نقول ان بصراحه كابتن حازم احسن مني في اللعبه دي، لكن انا في الصيف هجتهد وهشتغل على نفسي كويس، والسنه الجايه هكسبه ان شاء الله. مش هتعادل الحمد لله. أنا انت عندك خبره اكتر مني في اللعبه دي. عندنا ال 21، احنا كم السكور قرن ال 21 توتال سكور عندنا 21 اسمها ايه دي، فكويسين يعني مش وحشين. احنا نعتبر من السكور من اوائل يعني الناس اللي في العالم، مش عارف ال 500 ولا ال 1000 صح يا فاروق ولا كام؟ ها؟ 2100 مش وحشين على مستوى العالم، ده في 7 مليون بيلعبوا يعني. لا احنا كويس، فكويس بالنسبه لاول سنه. عملت شغل جامد طبعا في الاخر. انا حاولت ان انا اجيبك اخر مرتين الاسبوع دول هم الفرق معايا. موسم سيزون حلو خلص طبعا، ده اول سيزون. انا بشكر كل الناس اللي معانا. استنى بس، دي مش الراب اب، دي لسه دي اخر راوند. ماشي برضه بنشكرهم بقى ونشكرهم في الاخير لما سيف يجي. بس حلقه حلوه يعني. الشغلات كانت لذيذه بصراحه، والبريمير ليج السنه دي كان مختلف شويه طبعا مع كورونا، لكن الاسبوع الاخير كان في شد وجذب كتير. يعني انت يمكن عندك في لعيبه ما لعبتش برضه، وانا عندي 2 أو 3 لعيبه ما لعبوش. كانوا فرقوا معانا في السكور يعني. اوتاماندي ما لعبش خالص، انا حاطه عندي. ويليان كان دايما اخر من ساعه ما كورونا رجعت، بعد كورونا يعني ماشي كويس. هو ماشي كويس جدا، كنت متوقع انه على الاقل المفروض كان بيلعب اساسي، ما اتحطش خالص في الراوند دي. انا عملت حاجه حلوه في اخر اسبوعين كده لما حطيت جيرو بصراحه، من ساعه ما حطيته كل ماتش بيجيب جول، فعمل لي السكور. انا بحس ان جيرو يعني اندر ريتد يعني. جدا لعيب كويس قوي وبيجيب جوان صعبه قوي. الجون اللي جابه مع تشيلسي لسه على طول بيجيب جوان حلوه، اللي راح زمان يعني هازارد عامله له، راح عامل انه هيشوط، راح واخد الراجل كده وبعدين راح واخدهم تاني واحد اتنين واقعين في بعض. بيجيب جوان حلوه، بيجيب جوان كتير جدا على طول، صعبه. لا ومهمه كمان، مظلوم يعني. الماتش اللي فات جايب جون في والماتش اللي قبليه جايب جون، يعني كل الماتشات اللي بيلعب فيها مع انه بيلعب اوقات قليله ساعات، بس بينزل يجيب جون كتير. انت الراوند دي كان عندك توتنهام لوريس. لوريس كان ماشي كويس، دخل فيه جون في الاتعاد 1-1، كان شوط اول 1-0. كان عندي ووكر ساوثهامبتون، ووكر بيترز. ووكر بيترز ده اللي عمل لي شغل انه جاب 5 اسيست. ده لعيب توتنهام اصلا، لعيب خفيف، باك خفيف بيخش جوه الملعب كويس. لعيب ده توتنهام اصلا والله. اون لون. كان معايا ايجن، دخل للاسف تشافل ده خسر 3. بارتسلي مع ان انا حاطه في الماتش ده مخصوص عامل عشان اعمل البنش بوست، ما لعبش ولا خد 0 باين. مظلوم انت بصراحه. لا يعني ده انا عامله بنش بوست قلت هياخد نقط، مفيش حاجه خالص. فدي واحد ضرب مني. دي بروين طبعا هو اللي شالنا كلنا. صار عمل جون كويس، اي نعم وقع درجه ثانيه بس عمل الجون. ايه رايك في دي بروين؟ يعني دي بروين عايز اسالك على حاجتين. الحاجه الاولانيه انه وصل ل 20 اسيست، والرقم القياسي زي تيري هنري في موسم واحد. موسم واحد. وقال لك ان انا عندي 2 اسيست كمان انتوا شلتوها مني. كان زعلان جدا في اخر انترفيو ليه في البتاع، كان زعلان جدا. هو يزعل كمان، عارف ايه اكتر منه؟ انه ما خدش احسن لعيب في الدوري الانجليزي بصراحه السنه دي. انت رايك احسن من الكتاب دي؟ مين الكتاب دول بقى؟ رايترز الصحفيين يعني. طب دول زينا بيتفرجوا يعني. هندرسون احسن من دي بروين؟ مش يعني مش ممكن يا جماعه. في كره القدم مهما كانت، بص طبعا لعيب كويس بتبقى مسيسه اكتر، خد البريمير ليج ولعيب كويس طبعا ومستواه تقدم، بس لا يقارن دي بروين. وجهه نظري يعني، وجهه نظري في متعه كره القدم لعيب متكامل دي بروين يعني. بيجيب اجوان، بيعمل اجوان، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، بيضغط، عنده لعيب متكامل كفرقه، بيقدر يعمل لك حاجات كتير يعني. ممتع بصراحه دي بروين، ممتع. شوف اخر ماتش جونين جابهم ازاي، حلوين، كل حاجه سهله. فده اللي انا شايف. الحاجه كمان ميدو عايز اقول لك عليها، الاسيست ان هو متضايق 20. اللي بعديه مين؟ مش عارف. الكسندر ارنولد. الكسندر في كورنر كتير، 13 جول. اللي بعديه مين؟ هندرسون 12. باكين طرف
بعد دي بروين 20 اسيست. ارنولد معظمها كورنرز كورنرز كمان او يعني كروس ممكن اكتر واحد عامل كورنرز حلو قوي في ماتش الاخير لفيرمينيو قبل الاخير يعني. بس برضو دي تديك انديكيشن ان يعني اللعب على الاطراف ان هو بيوصل للجول مش اللعيبه اللي بيلعب مش البلاي ميكر او نمره 10 الحاجات دي مش موجوده ان انت من 21 دي بروينا للباك رايت والباك ليفت هم اكتر اثنين عاملين اسيست على مستوى الدوري الانجليزي يعني. بس ما هي دي ميزه كلوب ان هو كلوب في رايي الابجريد اللي عمله كلوب من الموسم اللي قبليه ان هو كان ليفربول لما اي حد بيدروب باك وبيقفل بتوين ذا لاينز وبيقفل لهم كويس كانوا بيعطلوا. الميزه المهمه جدا اللي كلوب زودها السنه دي لو لاحظت وحتى من اول السنه اللي فاتت ان بقى عنده الاثنين فول باكس بيعملوا كميه كروسات غير طبيعيه. كروسات غير طبيعيه على طول كروسات على طول كروسات وعلى طول جيتنج بيبل انتو ذا بوكس يعني دايما مع كل كروس هتلاقي اربعه لعيبه داخلين جوه ال 18 ما كانوش بيعملوها قبل كده. هو عمل ابجريد للفرقه بس ده برضه كمان عارف يا ميدو يديك ايه ان الدوري الانجليزي اللعيب اللي هو زي مين يعني في نص الملعب هما البلاي ميكرز دول ما بقاش ليهم دور كبير ان انت في 38 اسبوع ما تعرفش تعمل 10 ما حدش عمل اكتر من 10 او 11 اسيست من القلب مفيش. تخيل إريكسن مشي إريكسن وسيلفا نزل سيكسن بتاع اسمه ايه بتاع سيرجسون بتاع ايفرتون كان في لعيبه نمره 10 في ليستر لعيبه نمره 10 في العالم تحس انها بتت ماديسون تنقرض كان كويس برضو اختفى حتى استون فيلا اسمه جريليش ولا اللي في لعيب نص الملعب بس بيروح باكتر على الجناب يعني بيروح على الجناب مفيش يعني مفيش اللعيب اللي هو اللعب اتغير اشتغل حتى مارس يعني ما اعرفش يمكن ما بقاش في شكل يمكن برناردو اسمه ايه برونو تعالى نطلع بريك نطلع فرنانديز هو لحد دلوقتي لما رجع جه مانشستر يونايتد لو كان لعب الموسم كله اعتقد كان عدى ال 10 واتعمل في نص موسم وبنالتيز عمل حاجات كتير قوي وعمل اسيست كتير قوي. نطلع بريك ونرجع مع كابتن حازم نشوف ايه الكلام اللي هنقوله بعد كده نشوف مع بعض. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن حازم اهلا يا جماعه بسرعه الكابتن هيمديلي على الجبس. سلامتك اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم هتقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زي وانت جاي لي هنا عشان كده انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده اقول لك ايه الاسرع تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين الاثنين طبعا هو ده الدول انفرتر كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر تكييفات ال جي بايدين اثنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط سوفونير بقى كابتن على الجبس القلم يا مستعجل يا مغاوي خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم تكييفات ال جي بالدول انفرتر تكنولوجيا توفر It's time to... Time to think outside the box. ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الأكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time... Come on, KJ! It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. رجعنا مره تانية مع كابتن حازم بنتكلم على البريمير ليج. كابتن حازم الـ 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 المصراع بتاع الهبوط وبتاع الريليجيشن كان قوي جدا لغايه اخر راوند وبورنموث دلوقتي بيعملوا ابيل هيرفعوا قضيه على السيستم بتاع عين الصقر لانه بيقولوا ان هم في جول جابوه قدام شيفل الجول ده لو كانت حسب كانوا زمانهم دلوقتي جول رسمي 100% جول رسمي 100% والناس كلها والناس اعترفت حتى باين غالبا الحكم كمان ساعتها قال يعني كل الناس دلوقتي بتقول ان هم عندهم جود شانس ان هم فعلا يقعدوا
يعني النهارده كل الناس في التليجراف كاتبين ارتكل كامله والله ان هم عندهم جود شانس لان هي حاجه واضحه وصريحه. يعني كلنا فاكرين الجون ده اللي ما اتحسبش بسرعه يعني جون واضح. ويمكن الغريب ان في انجلترا يعني اول ما الكوره بتعدي بيعمل عند الحكم الساعه فايبريشن خلاص الجون دخل فبيصفر ما بيشوفش حتى الفار يعني. فهي طبعا عنده الحاجه اللي يعتمد عليها في الابيل بتاعته. لكن بيقول لك هرفع قضيه مدنيه. ايوه مش مدنيه مش. اه هرفع قضيه بس مدنيه دي يعني هرفع قضيه يعني. على السيستم بيقول لك ان السيستم نفسه الشركه نفسها الشركه اللي عملت السيستم ده هيرفع لهم قضيه ان هم خسروهم. بس دي هياخد بقى يعني هياخدها حاجه ماديه يعني مش هياخد حاجه يعني. هل هيخش البريمير ليج تاني؟ ممكن لو خد حكم مدني ويروح داخل قايل مدنيه ما ينفعش اعتقد يعني. برضه انا مش خبير لوائح بس مدنيا القواضي المدنيه ما تخشش في الفيفا والفيفا ما يعتمدهاش وما تخشش في ما ينفعش تخش قضيه مدنيه ضد تدخلها في حاجات الرياضه. بس دي حاجه كلير يعني هم ازاي ما رجعش طبعا. لا انا مع لكن يعني لكن باين. هو ممكن يدخلها بقى في انها تبع الفيفا ان هو يعمل قضيه رياضيه في الكاس ولا حاجه دي تخش في الجدول الطبيعي اللي بيخش فيها القواضي الرياضيه. لكن لو عمل قضيه مدنيه فهو عايز ياخد تعويض بقى مادي. لكن خلينا نتكلم على واتفورد يا ميدو وماتش استون فيلا. انا كنت متوقع ان واتفورد هينزل يموت نفسه فرقه المفروض تكسب وتخش ارسنال تخش فيها جون بعد خمس دقائق او لا اول دقيقه او اربع دقائق تقريبا. فحاجه يعني انت بتلعب على ان انت لازم تكسب الماتش وان انت لازم اللي قدامك ما لو كسب انت لازم تكسب عشان تخش تقعد في البريمير ليج. يخش الجون تعمل بنتي بعد اربع دقائق. لا يعني تحس في حاجه غريبه في واتفورد زي ما انت تقول متغير مدرب في وقت غريب جدا ومدرب غريب اساسا اللي جاي ملوش يعني اي سوابق ان هو عملها مع فرقه وبتلعب في ماتش المفروض بالنسبه لك ده ماتش العمر خمس دقايق بتعمل فيلز وبعدين بتبقى خسران ثلاثه. يعني ما شفتهاش قبل كده. الجول اللي هم كانوا جابوه اللي بيعترضوا عليه كان جول شيفيلد هو اللي جابه في استون فيلا. فلو كان شيفيلد كسبوا كان هم استون فيلا كان هي الماتش خلص 0-0 كان هم يقعدوا مكان استون فيلا. صح. هم لو كسبوا القضيه دي ممكن استون فيلا يحصل لهم مشاكل. ما اعرفش بقى دي مش عارف ما اعرفش هيعملوا فيها ايه. بس هو هي نقطه في الاخر وهو ليه فرق الاهداف بالنسبه له خلاص ان كسب ايفرتون اخر ماتش 3-1 كان هيقعد. وبالتالي لو كان استون فيلا خسر الماتش ده كان هو اللي هيخش تاني كان هو هيخش مكانه. لك زي ما بقول لك واتفورد بصراحه كان بالنسبه لي يعني حتى انت وانت بنتكلم انت كنت متوقع ان واتفورد هيكسب ارسنال. انا قلت ممكن لا يعني مش ممكن فرق الاونرز دول هم بتوع اودينيزيا بوتسو كان قاعد فوق بس غريبه جدا برضو يعني هم بوتسو نفسه ما بيقعدوش يغيروا مدربين في الاخر يعني يعني ايام انا مثلا كان غير السنه دي كان مدرب مع واتفورد كتير بس في ايطاليا ما بيعملوش كده على فكره. هم مع انجلترا في انجلترا يعني لما تلاقي في اودينيزي مثلا قليل ان تلاقيه بيغير في السنه اربع خمس مدربين. يعني انا من ساعه ما رحت ايطاليا ثلاث سنين كان كل سنه هو مدرب واحد ذاكروني وبعدين جالنا واحد ثاني مش فاكر اسمه ايه كده هو وضع قعد الموسم كله ما كانتش طبعهم على طول او بيغير مثلا مع نص الجدول لو مثلا في نص الدوري لو حصل كوارث. لكن واتفورد فعلا غريبه جدا جدا معاد غريب قوي لتغيير مدرب واعتقد دي من الاسباب الرئيسيه ان واتفورد وقع. الماتش بتاع مانشستر سيتي ده لما كانش هو خسر اربعه ممكن كان يخسر واحد كان يخسر اثنين كان هيفضل هو لسه بالترتيب ويبقى ممكن يخش يتعادل مع ارسنال مش لازم يكسب ارسنال كان ممكن التعادل يقعده في الدوري يعني. ف يعني طيب حجازي بيعود للبريمير ليج مره ثانيه مع ويست بروم واصبح واحد من الـ من الـ من الكابتنز الحقيقيين بتوع النادي بيتخطى ال 100 مباراه. وحجازي يعني عايز اعرف رايك فيه لان انا بشوف ان هو مسيره فيها كفاح كبير جدا جدا بصراحه. يعني حجازي يمكن لما راح ايطاليا حظه كان وحش جدا جاله اثنين صليبي مع فيورنتينا ما لحقش يلعب كتير رجع مصر خلاص بتبقى خلاص يعني الدنيا يعني خلاص رجعت مصر رجع الاهلي فالدنيا خلاص بيس يعني وقعد في نادي كبير فبالتالي مش عايز يروح تاني يعمل تشالنج يعني انه يروح تاني انجلترا ويشتغل في نادي على البريمير ليج وينزل معاهم ويستنى ويرجع تاني. انا بشوف ان مصاب اصابه طويله السنه دي ورجع لعب اساسي وعجبني جدا فكره لما قلت لك الحلقه اللي فاتت انه حطوه كابتن في ماتش مش سهل انك تبقى كابتن في فرقه انجليزيه يعني اكيد انت ادرى مني يعني هو بيليتش بيحبه بيليتش لسه جاي برضه مش وبيليتش كمان سيستمه ان لازم الكابتن يبقى سنتر باك لان هو كان عارف هو كان كابتن يعني لا بس فكره ان انت تبقى كابتن انا بشوفها في انجلترا دي صعبه ومحمدي على فكره برضه خدها مره مرتين برضه بس انا قصدي على فكره ان هو ما بقالوش كتير في انجلترا يعني يمكن ثالث سنه لحجازي اعتقد صح؟
3 سنين هو قعد سنه ونزل سنه وقعدوا سنتين تحت وطالعين يعني. فلا حجازي لعيب كويس جدا جدا والسيستم بيمشي مع الدوري الانجليزي. انا فاكر اول سنه حتى فاكر لما لعب في البريمير ليج اميجو الماتش اللي كان جامد قوي في ماتش ليفربول لما لعب على صلاح لو تفتكر عمل ماتش 1v1 كان واقف عمل ماتش كويس جدا وكان من احسن الماتشات اللي عملها حجازي. حجازي بقدراته بيشتغلها كويس كور العاليه التغطيه بيبتدي الهجمه كويس التحامات بتاعته كويسه يمكن السرعات بحكمه ومش هو بس كل العالم الناس اللي تبقى كبيره كده وطويله وجسمها كبير بيبقى السرعه عنده قليله شويه لكن هو دايما بيشتغل على نفسه بصراحه كويس ومجتهد جدا وبعدين صوته واطي عمرك ما تشوف حجازي عمل مشكله ان كان هنا او في الاهلي او في الاسماعيلي يعني دايما بيلعب عايز يلعب منتخب مصر عمرك تشوف فيه مشكله لحجازي او اتكلم مثلا او قال لك انا بلعب في انجلترا رغم ان هو عنده كاركتر على فكره انا زمايلي كلهم عنده كاركتر في الملعب الناس بتحبه الناس بتحبه ومحترم وكلمته اسمها بس قصدي من الناس اللي هي واضح انها مريحه ملوش مشاكل عمر سمعت ان في مشكله لحجازي لا في منتخب ولا في نادي ولا بيتكلم الراجل بصراحه باصص لشغله بشكل كويس بالظبط ما شاء الله واخدك صح مثال اعلى بعد الفاصل انت عارف انت لو انت كنت كده لميدو كان زمانك كنت لعبت في القمر بومينج والله العظيم انت مشكلتك ان انت كنت بتتخانق مع مدربين كتير ليه بقى ده السؤال اللي هقول لك بعد الفاصل بعد البريك هنتكلم بعد البريك ليه كنت دايما بتخانق مع مدربين اسف يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده كابتن عازم اهلا يا جماعه بسرعه الكابتن هيمديلي على الجبس سلامتك اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زي وانت جاي لي هنا عشان كده جاي اشتري ال جي بالدول انفرتر قال هنا يا كابتن الدول انفرتر ده اقول لك ايه الاسرع تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين الاثنين طبعا هو ده الدول انفرتر كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر تكييفات ال جي بايدين اتنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط سوفونير بقى كابتن على الجبس القلم يا مستعجل يا مغاوي خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم تكييفات ال جي بالدول انفرتر تكنولوجيا توفر It's time to... Time to think outside the box. ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الأكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time... Come on, KK! It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقة. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. كابتن حازم واحده من المشاكل الكبيره اللي زي ما انت قلت اللي بتواجه حجازي فنيه حته الموبيليتي والبطء الترنات والبطء هل ده السبب الرئيسي اللي هو بيمنعه من ان هو يلعب في فرقه كبيره لان انت عارف كل الفرق الكبيره بيلعبوا هاي لاين بيلعبوا خط دفاع متقدم شويه وكوبر من الناس اللي انا لما اتكلمت معاها فنيا قال لي من ضمن الاسباب اللي انا بتخليني انا ادروب ديب ان انا ارد ان انا عندي السنتر باكين وعندهم مشاكل كبيره جدا في الترنات وفي السرعات في اي سباق يخشوه في اي سبرنت يخشوه 1 في 1 فهل ده شايف ان ده السبب الرئيسي ان حجازي ما قدرش ان هو يتاقلم مثلا مع فريق ممكن فوق الميد تيبل بس هو خلي بالك حجازي مش بطيء يعني مش اللي هو بطيء هو مش سريع يعني عادي لا بس هو عنده مشكله في الدي عنده اثنين صليبي برضه خلي بالك يعني مش سهل انك تبقى عندك انا بسالك انت شايف ان ده بص لا انا شايف ان هو ما خدش فرصه كثيره في البريمير ليج عشان يتشاف بشكل قوي لعب سنه ونزلوا درجه ثانيه فما لحقش يبان بشكل او باخر يعني انا بشوف فيه لعيبه كتير ميدو ده ايفنز بقاله 80 سنه بيلعب في البريمير ليج ايفنز يعني ما اعرفش لعيب زي في مانشستر يونايتد بس سريع وعنده هو الكوره بالسرعه بس ما ماشي ما انت ليك كوارث بتعملها ما هو انا مثلا انا كمدرب افرج والسريع انا كمدرب بشوف المميزات ايه والعيوب ايه واشوف هيلعب يعني اوتوماندي سريع
انا ما بلعبش في فرقه وانا من وجهه نظري ما بيخلص على اي فرقه. يعني الموضوع مش موضوع ان انا عندي واحد سريع فيبقى هو بتديك اوبشن طبعا احسن، لكن لازم مع السرعه تبقى انت بتعرف مركز كويس، تعرف ما تترقصش على طول، ان انت تعرف تدخل تقطع كوره ازاي، تعيش فاولات كتير، لو ليك اوبشن انك تعرف تجيب جوان قدام كويس، كل دي حاجات نقط بوينتس فوق بعض عشان تخلي المدافع سوبر. يعني زي فان دايك مثلا كده، او زي مدافعين كان زمان بيكي بيلعب كوره. يعني بيكي هو بطيء بس عنده ميزه بيعرف يلعب ان هو بيطير الهجمه كويس تحت الضغط، ما بيعرف يقطع كوره من غير فاولات كتير. كل واحد انا بشوف في حجازي لو قعد في البريمير ليج وبان بشكل كويس ممكن يعدي، مش هيطلع للسوبر بس ممكن يلعب في فرقه كبيره، لان في فرقه كبيره فيها لعيبه ميدو. انت بتقول ازاي لعبوا في الفرقه دي؟ ما اعرفش بقى بيبقى ايجنت. بس انا عندي راي في موضوع حلو. مانشستر سيتي مثلا وليفربول، لان دول بيلعبوا كره سريعه جدا وعلى طول ضاغطين لقدام وعايزين ناس سريعه قوي فعلا. لكن في فرق عاديه في وسط، يعني مانشستر يونايتد اسمه ايه اللي جه من ليستر السنه اللي فاتت؟ ماجواير مش سريع. لا مش سريع خالص، عشان كده عنده مشاكل. وبرضه عشان كده عنده مشاكل، عشان كده في ليستر لما كان بكام؟ ما هو ده على فكره بكام؟ على فكره ماجواير بيلعب ازاي؟ ما اصل مش موضوع بكام، ما هي ما انا قصدي يعني انت لو انت مثلا انجليزي وعندك ايجنت كويس وبتبيع الفكره هتلاقي نفسك بيلعب في مانشستر. انا بتكلم عن الناحيه الفنيه، يعني انا في رايي انت فعلا النقطه بتتكلم عليها انت جبت احسن اكزامبل ماجواير، ان هو لما كان بيلعب في ليستر وبيلعبوا 20 متر متاخرين كان كل اللعب قدامه وكان كروسات كتيره جدا كلها في وشه. اكبر مثال ان لما بتيجي تلعب في فرقه بتابجريد الفرقه لازم يكون عندك الحته دي. انا في نقطه عايز اقول عليها لحجازي، لان حجازي اولموست يعني جسمه شبيه ليا قوي في التكوين، تمام؟ حجازي، وده نصيحتي ليه، ان هو دخل في مرحله عمريه دلوقتي لازم يهتم بشكل كبير جدا جدا، اول حاجه بوزنه، نمره 2 بالباور، ان هو كل ما وزنه نزل او كل ما الفات ماس نزلت عنده والماسلز والباور بتاع الماسلز زاد، كل ما هيقدر يلعب في الملاعب اكتر. يعني انا وانا صغير ما كانش عندي الحته دي. لما دخلت ابتديت اخش سن 26 27 28 طبيعه جسمنا اللي هو زي انا وحجازي البلك ده، يعني التكوين ده بتتقل شويه فبتبقى محتاج. انا ما اهتمتش بدي بس فمع الاصابات وبتاع فابتديت يبقى عندي مشاكل. عشان يفضل تومنتين ان هو يلعب او يفضل يستمر ان هو يلعب في التوب ليفل، لازم ان هو يحاول على قد ما يقدر ان ينزل الفاتس او الفاتس في جسمه والميه في جسمه ويريبليس بقوه عضل. ولازم عنده الشارتنس، ولازم يبقى عنده مرونه برضه. المرونه مهمه جدا، يشتغل على مرونه الجسم ويشتغل على المرونه والتمرين. في تمارينات كتيره بتتعمل عشان المرونه تزيد عندك يعني. بس انا بشوف والله هي زي ما بقول لك، هو مساله خلي بالك الحاجات دي بتفرق برضو. انت انجليزي الماني اسباني انت مصري بتفرق جدا في انك تلعب في نادي كبير او ما تلعبش نادي كبير، خصوصا لو باك يعني دي بتفرق. لكن انا بشوف ان هو لو خد فرصه ولعب، يعني السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمه في البريمير ليج، انا متهيألي هيعمل موسم كويس، ممكن ساعتها يطلع حته احسن شويه من ويست بروم يعني ان شاء الله. طب انت بقى انت ما قلتليش انت انا انت ليه بقى المشاكل كنت بتعملها؟ وبعدين انت مثلا دلوقتي لو تيجي تفكر كده، يعني انت لو كنت تلعب دلوقتي في البريمير ليج طبعا الدنيا كانت اختلفت تماما. تقعد تقول كان يا ريتني مثلا ما كنتش عملت في دي كده، يا ريتني كنت هنا عملت اكتر حاجتين. اكتر حاجه في انجلترا عملتها ودلوقتي قدامك الكاميرا بتقول ما كانش لازم اعمل كده. انا كنت لما كنتش بلعب كنت باخد الموضوع بيرسونال، كنت باخد الموضوع يعني اللعيبه. كان في لعيبه زمايلي لما ما يلعبش 3 4 ماتشات عادي تلاقيه بيروح التمرين عادي وبيتمرن عادي وبيضحك وبيهزر. انا لما كان عندي حاجه غريبه جدا، ان انا لما ما كنتش بلعب ما كنتش بنام. فعلا ما كنتش بنام، كنت بقعد احلم بكوابيس بالليل. والله والله ماشي، ما تقول ده جواك بقى، لكن بتطلعه بقى كنت بترجمه بقى كده. ما انا كنت بترجمه وانا بخلي بالك بقى ترجمه ازاي بقى يعني. ما انا خلي بالك ان انا انا حياتي كلها باكج، ما عندي مشكله ما بعرفش افرق. كان عندي مشكله مثلا انا ما بلعبش فاوتوماتيك علاقتي تبتدي تسوق بمراتي، تلاقيني بتخانق مع مراتي على طول وفي البيت مش قادر اتكلم مع حد وبتاع. ما كانش ما كنتش بعرف تفصل يعني التركيبه بتاعت مخي وانا صغير. بس كل الناس كده لما بيبقى عنده مشكله في شغله هتلاقي دايما. بس انا كنت اكستريم يعني انا كنت بدرجات يعني. لا يعني انا شفت زمايلي كتير جدا 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 هو متضايق ان هو ما بيلعبش هو بتاع. بس ما بتتاثرش عادي 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 بيروح التمرين وبيضحك وبيهزر ومش عارف. انا ما بتضحكش خالص. لا 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 كنت بضرب يعني. انا زمايلي كلهم بلا استثناء لما كنت الفتره اللي انا ما بلعبش فيها
كلهم بلا استثناء ما بيتكلموش معايا. لا والله ما بيتكلموش معايا متضايقين منك يعني ولا بيتحشوك؟ لا بيتحشوني لان عارفين ان انا بخش جود مورنينج لو حد قال لي بتاع ابتدي ان انا اعمل مشاكل ابتدي ان انا خلاص انا بالانجليزي يقول لك ايه هي لوست هيز هيد خلاص انا لوست ماي هيد هم عارفين ان انا لوست ماي هيد فحتى في التمرين كل زمايلي بلا استثناء هم بيحبوني هم عارفين ان ميدو هو ما بيلعبش ما تخش عليه جامد لانه هيقوم في واحده هيديني مش هيقول لي يعني مش هيقوم يضربني بس اللي بعديها يا ما عملتها فعلا طبعا يا نهار ابيض مع مين اكتر واحد انا مره من الخبط دخلت فيه خلصت انا مره توماس جالس الكابتن منتخب التشيك بتاعنا بتاع نص الملعب في اكس ده فاكره اللي هو كان نمبر 4 الكابتن كان الكابتن بتاعنا صار كان جبت له صليبي في في في, في تهتك في العضله الاماميه صليبي كروشة النجمة تقعد 8 شهور ما بينزلش الملعب في التمرين في التمرين وفترة كده ما كنتش بلعب فيها في اول الموسم دخل فيا بس هو كان طريقة لعبه اجريسيف هو نمرة 6 يعني فطريقة لعبه في الجيمز الصغيرة ان هو بيخش بيوم بتاع وكان في الاوقات الطبيعية هتبقى الموضوع عادي بس انت بالنسبة له انت صغير بس وحيوان انت عندك 19 سنة كان ساعتها ايوه بس كنت جامد هو كان عندك 29 مثلا انا فاهم بس في فرق قصدي يعني في فرق لا بس ما فيش بقى خلاص مع الملعب خلاص فاكر مرة لما كابتن جوهري لما فاكر مرة جننت مرة واحنا في المنتخب في مرة في استاد القاهرة ايوه جننت طبعاً. على حد جم قالوا لي لا جم قالوا لي كابتن جوهري يعني لمح لي كده ان انا مش هلعب ماتش المغرب هنا ولا هناك هنا ايوه ده اول ماتش ليك كان وانا كنت صغير لا ما كنتش صغير كنت انا لعبت ماتش الامارات جبت جول ايوه ماتش الامارات ده كان ودي ايوه هو جابك قبل ماتش المغرب لا انا جبت ماتش الامارات ده كان قبل ماتش المغرب بشهر ايوه يا حبيبي انت جيت كان ماتش المغرب الاول ماتش الامارات ده كان ودي هو جابك عشان يشوفك الامارات ده وبعدين نلعب ماتش المغرب لا كان في بقى بينهم في النص كان في ماتش كنا بنلعب ليبيا كسبنا 4 احمد حسن جاب جونين بعد الامارات على طول لا بعد الامارات صح وكان في بعد دي بعد ليبيا ماتش ودي قدام غينيا تقريبا وبعد كده هنلعب المغرب فانا قبل ماتش غينيا ده لو تفتكر جالي اخبار طب ده انت لسه بتبتدي في المنتخب لا ما هو انا يعني عايز ايه ده انت ما حدش لسه ده في ناس مصريين ما عرفوكش لسه انت قفشت جالي انا فاكر انت في مره بس شاكر في اني حته انا اقول لك ايه اللي حصل جالي اخبار ان في لعيبه راحت قعدت مع كابتن جوهري قالت له ان احنا عايزين نرجع للسيستم بتاع ان احنا راس حربه واحد وتحتيه حازم وعبد الستار ده مين اللعيبه دي جالي اخبار ان اللعيبه تقولها خلاص احنا لا مش عايز اقول مفيش حاجه كنت طلعت لا انا ما اعرفش والله الموضوع ده وحصل ميتنج فعلا اجتماع وجالي اخبار عرفت ما حدش يقعد معايا يقول عايزين نلعب كذا وكذا ده اللي جالي اخبار ممكن يكون حد شبط لي السن أكيد كنت صغير كان عندي 17 سنه ولا حاجه فصحيح كابتن جوهري ما بيقبلش لحد يقول له نلعب طريقه ايه وما نلعبش ما اعرفش جالي شدنا كلنا او شدنا الناس كلها ومشي جالي اخبار بس قعدت مع كابتن جوهري قعدت مع كابتن جوهري يعني القصه ما حدش يعرفها يعني بس انا عايز اقول لك حاجه طب ماشي كمل الطريقه دي جالي اخبار ان ماتش المغرب انا مش هلعب لعيب كوره اللي قال لك كده يعني لعيب قال لي ادعي لك حد شبط لي وانت واحد طالع على طول رحت نازل التمرين تاني يوم نازل جاهز اول حاجه كنت هكسر رجل هاني رمزي انا فاكر والله فتره كنت اكسر له رجله كنت جوري واقف في التمرين وقمت حطيت دماغي في دماغ هاني رمزي وهاني رمزي كبير تاني وقمت حطيت دماغي في دماغه قلت له انت ما لكش دعوه انا بلعب كده وبتاع وهو ما كانش فاهم فهاني رمزي العبيط ده والله ودخلت ضربت الناس كلها كنت جوري واقف في التمرين فجابني بعد التمرين الله يرحمه يعني قال لي يا ابني مالك فقلت له يا كابتن انا بصراحه انا عايز امشي مش عايز العب في منتخب مصر تاني قال لي يعني ايه ده اول معسكر ليك انت عبيط يا ابني ولا ايه قال فقلت له يا كابتن بصراحه انا يعني عرفت ان انا مش هتعرف تعرف جنت اساسا تعرف جنت يعني حتى ما بقاش اكس لسه يعني ما عندكش حاجه انك مثلا بس كنت لعبت ماتش الامارات ده كويس قوي جبت جون بقى جبت جون وعملت جون وكنت كويس قوي بس ما عندكش رصيد يعني ان انت تلعب عليه يعني انا قلت كابتن جوهري كان عندي 17 سنه ايوه فرحت له قلت له كابتن جوهري انا بحب حضرتك وبحترمك لكن انا اسمع عن الحاجات اللي بتحصل في مصر دي وبتاع الكلام ده ما يمشيش معايا فبعد اذنك انا عايز ارجع بلجيكا انا الموضوع بالنسبه لي انا ما مش المنتخب ولا اي حاجه يعني انا خلاص عايز ارجع لو الامور كده هنا انا مش عايز ابقى جزء من المنظومه دي كابتن جوهري قال لي طب ايه ده نتكلم بكره قال لي ايه ده نتكلم بكره تاني يوم جابني انا وكابتن نادر السيد كابتن نادر يعني موجود يا اخي القصه دي وقال لي كل الكلام اللي وصل لك ده ما كانش مش مظبوط وانت هتبدا ماتش المغرب بس عندي شرط عشان تبدا انت وزنك دلوقتي 82 كيلو لازم وزنك يكسر ال 80 قبل الماتش بيومين فعلا رحنا اسماعيليه لو تفتكر حطيت كيس زباله حوالين جسمي وقعدت الف حوالين الملاعب بتاعت القريه الاولمبيه دي لغايه ما وزني نزل 79.5 قبل الماتش بيومين
فكنت يعني مين اللي قال لك؟ عايز اعرف مين اللي قال لك. لا ما والله مش ينفع. لا بس ما حصلش على فكره. يعني انا بقول لك انا ساعتها احنا كنا لعيبه مفروض كبار يعني في هناك. عمرنا ما اتكلمنا مع الكابتن جوهري في مين يعني نلعب ازاي. ممكن نقول له يا كابتن احنا مش عارفين نلعب الطريقه دي. لكن عمرنا ما قلنا له يا كابتن احنا عايزين نلعب بالطريقه دي. يعني طبعا انا كنت خبرتي قليله وممكن يكون حد يعني سخنني يعني. كابتن حازم بشكرك. الحلقه الجايه بقى نتقابل في الملخص والراب اب ونتكلم عن سبحان الله. لو كانت مترتبه ما كنتش هتطلع ان احنا نتعادل. احنا كده عشان ما يبقاش حد زعلان من حد. ربنا عارف ان انا بحبك. حبيب قلبي. ماشي. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. الدوري الانجليزي لكره القدم. السنة اللي قال دي مدرسة أوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على أستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي